أزول أزول لكل الأحرار والحرات المتتبين والمتتبعات. اليوم تدخل عاوتاني طارئ طارئ، ما كانش تستدعي الظروف التدخل، ولكن تقديري الشخصي بأنه مهم مهم. وصلتنا معلومات بأن عوزة، وانا اؤكد على هذه الكلمه ديال عوزه، كنقصد بهم الافارقه اللي كانوا متواجدين في الدار البيضاء، راه هزتهم السلطات العموميه وبعداتهم شويه لهيه الى وجهات غير معلومه، ربما غيعطيهم الاسلحه ويدخلوا كازا ويدقوا كازا. التذكير فقط بأن العلوية في الخمسينات دارت هذه القضية، الأحداث ديال كازا، من فرنسا بمساعدة العلوية جابوا أفارقة ديال السنغال، وكانوا يبقرون البطون، المرأة حاملة كيحلوا لها بالبيونات، كيحلوا لها كرشة. فهاد عوزة هادو بحال داك الجراد، مكيعرفكش ما تيعرف، جيعان مقمل مسخ مريض، الا قالوا ليه قتل ما ياك زيلا مشيت يا بنتي في الخلا. فداك الشيء اللي بغيت نقول انا، حنا قبل ما نوصلوا لهذه القضيه، المواجهه العلويه اللي حتما يوقع عندها خلل امني، اضطر انها تدفع هاد عوزه الأفارقة، غيطلعوا غيدقدقوكم يا أبناء الأرض، غيدقدقوكم كاملين. فاحنا قبل ما نوصلوا للدقديك، أنا عندي وعند بزاف الأحرار هضرنا بأن أول حاجة خصكم ديروها بان ما تشريوش من عندهم، كاين فراش مغربي ولا اخر، واخا تبيع ناقص ما تشريش من عنده، شري من عند المغربي خوك، هذاك خوك جالس في قهوه وكيدوز حداك مراه وعندها جوج دراري وعزيه، ما تعطيهاش. ربما الناس غيقولوا هذه نوع من العنصريه، يا اوكي انا ما مشيتش للطوغو، ما مشيتش للكاميرون، وما مشيتش للمرات فين، وبغيت ناخذ لكم الذهب، وبغيت نتوما اللي جيتو، وحنا عرفناكم شكون اللي جابكم، كينتفعوا منكم من جوج الجوانب، ان النظام كياخذ مساعده من اوروبا باش ما يخليكم تدوزوا لاوروبا، او ميم طون كيحبسكم في المغرب، يحبسكم النهار اللي عيط لكم يعطيكم ازراوت ولا غيعطيكم الشواقر بلا مطريات ولا الشواقر، وغتشقروني يا الكحل. فالمغاربه ما تسمحوش بهذه القضيه، عفاكم ما تسمحوش بهذه القضيه، لا هذه مساله راه ماشي جانب انساني، لا 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 لا، نساو عليكم هذه القضيه. انت يا خويا البيضاوي والرباطي والسلا وطنجة والريفي والسوسي، انتوما مشيتو هجمتو عليهم، انتوما قلتو لهم بغينا ناكلو معاكم، لا لو كونترير. وحتى هادوك الناس اللي كاين في لاكوت ديفوار، كاين في الكاميرون، هادوك كلهم ابناء العائلات الفاسيات اللي بانت لهم الضربه هنا، ولاو كيمشيو كيصدروا المغربيات باش يطحنوا ليه خادمات في البيوت، هادو هما. اذا لا علاقه لي انا مع افريقي، وانا متضرر، ماشي كنهضر بانني انا شبعان وقلت لك يا اوكي وما قبلتكش، جبتك وما قبلتكش، فاذا انا ماشي انسان، انا ما عيطتلكش وانا مضرور اكثر منك، وانت جيتي لعندي، وماشي انا اللي جبتك، جابتك العلويه، لان ابناء عم هذوك ولاد الكابون ولا، وخطا
كنقولها للخوت اللي كيقولوا هادوك العلويين راه يهود، يا ريتكو كانوا يهود، حنا كاين يهود خوتنا. وهذا النداء موجه لكل يهود المغاربه خارج الوطن، خارج الوطن، المغرب ديالكم، الارض نتقاسمها معكم لالاف السنين وانتم عايشين معنا. منهم من يتحدث الامازيغيه احسن من الامازيغ، اللي كيعرفوا الاعراف والتقاليد والطقوس، وباقين كيتعاملوا بها، كيتزوجوا بالطريقه الامازيغيه، كيتزوجوا بالطريقه الوزانيه. فاذا مغاربه، مغاربه، فالدعوه موجهه لكم انكم تخافوا على بلادكم. بلادنا دخلوها هاد الجنس، الكحل، المصيبة الكحلة دخلتنا. وهاد المصيبة الكحلة جات من عند مصيبة كحلة كتر منا، وغيسلحوها وغادي يضربوا الأزقة اللي كبرتوا فيها أيها اليهود، ويحرقوا الزناقي اللي تربيتوا فيهم والأسواق ديالكم. نحن كنا خوت، كانت إساءات من عهد الوقت اللي دخلت الوهابية للمغرب في البداية ديالها، وانا كنعقل عليها مزيان. هذا خطأ تاريخي، ماشي الأمازيغ اللي داروه، ماشي سكان الأرض اللي داروه، داروه ناس اللي بغاو هاد التفريقة باش يخويو اليهود ويجيبوا هاد الجنس الكحل. سرق الزيت، وتسرق الزيت ما عنده لا دين لا مله لا اخلاق، جيعان مجمل مصخ، غتقول له خرج لهيه ونعطيك لا كارت ناسيونال وغيشلضوكم. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت للخوت. ما تبيعوا معاهم، ما تشريوا من عندهم، ما تسكنوهم. كنا بغينا نقول واحد المرحلة أخرى، ولكن غنوليو عنصريين أكثر من العنصريين. ما تعملوش معاهم، سامبل سامبل، ما تشريش من عنده. كيفاش انت مرأة كبيرة، بنت الدرب ولا جداك ولا كتسعى وتصدق انت على عزي حيت عنده جوج الولاد، ويقول لك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم، باش يقودوا، اعطوهم انذار. ايها العوازة اللي انتم في المغرب، ارجعوا سيروا بحالكم، نعافكم، حنا مقودة عندنا اكثر منكم. المشاكل ديالكم تزيدوا على المشاكل ديالنا، ونوليو في مشكلتين. وكنظن بان وكنتمنى بان الناس ما يعتقدوش بان انا انسان عنصري ولا انساني ولا لا لا لا، هذا واقع، هذا واقع، واقع هذا الانسان المخصوص ولا. راه شفتوا الشعب المغربي راه رحب ودار داكشي اللي في جهده، كيعطيكم كيلبسكم كيديركم. ولكن نتوما غاديين في، واش شفتوا الخوت، شفتوا بان سرقة السوق ديال الحوالة المغربية تاهي مسكينة طاحت على شي حولي ما عندهاش، غاديها وجا عزي حيدو لها في الأرض ديالها، حيد لها داك الحولي اللي سرقها هي. هذا سارق المسروق، خطيرة هاد القضية. فالمهم ردوا البال، عافاكم ردوا البال، أفارقة ارجعوا لبلادكم. كنتمنى ان الناس اللي كدير فيديوهات يقولوا نفس القضيه، حنا مضرورين، حنا مضرورين،
انا الناس ديالنا كتموت بلا كورونا، الهضره الخاويه يا كورونا، وجع الروح جال، الشتا طيح كنموتو، الصه طلع كنموتو، العقارب كيقتلو، الناموس كيقتل. ايش ايش وانت جاي عاوتاني لاصق حدايا، انا خصي الدار معاك. ما في امان دوك صحاب الديانة، صدق والله يا الشيباني يا السكيري، الله يخليك مصلي وتموت مصلي. مصلي على علاش؟ علاش كتصلي بعد العبودية؟ كتركع كتسجد، عبد عبد. الا ما كنتي عبد ديال هذاك راه عبد ديال شي حاجة اللي في مخك، انت عبد بعد. فلا زيدوا عيروا عيدوا عيروا، الله ينعل دين الرب ديال ربكم، ديال المخ المريض اللي عندكم، ديال الحشرات. ما كتشوفوش خوتكم وانت تابع لي رسولنا وجدنا وملكنا وهم من يلا غنعاودوا يلا يلا قلع عينيا تو تو تو